أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة رئيسا للجنة التحفظ وإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية. ووافق مجلس القضاء الأعلى على تشكيل لجنة التحفظ وإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية، ومن المقرر أن تختص باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو شخص ينتمي إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وحصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيا كانت الصورة، واتخاذ كافة الإجراءات التي تكشف عنها والاستعانة بكافة الجهات التي ترى الاستعانة بها في هذا الشأن.